السلام عليكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة البشائر ومشاهدينا الكرام عبر قناة الإيمان الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الرابع من برنامج صحة وصوم. تعد مستمعينا ومشاهدينا ممارسة الرياضة بكافة أشكالها إحدى أكثر الطرق المهمة والفعالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، إذ تتعدد الفوائد الرياضية على الصعيدين النفسي والجسدي. للحديث أكثر والغوص في فوائد ممارسة الرياضة معنا مباشرة في الاستديو ضيفتنا المختصة في التربية البدنية والرياضة المدربة هدى العوضي. أهلا وسهلا فيك هدى بلقائنا اليوم، رمضان كريم والله يتقبل أعمالكم. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. أهلا وسهلا فيك هدى مرة جديدة. طبعا هدى ممارسة الرياضة لها العديد مثل ما ذكرنا بالمقدمة من الفوائد بالنسبة للإنسان، حيث تعد من أهم الطرق للحفاظ على الصحة البدنية والنفسية. بداية هدى، شو منقصد نحن إذا منقول رياضة؟ شو هي الرياضة؟ هل كل نشاط جسدي يعتبر هو رياضة؟ هلأ بشكل عام كل نشاط جسدي هو يعتبر رياضة، ولكن الرياضة بتختلف بين الرياضة العادية، بين الرياضة اللي بتعتبر على المواهب، بين الرياضة اللي بتعتبر مين الأشخاص المختصين بالرياضة اللي هني احتراف، بس كله بيجي بضمن الرياضة. الفرق وين؟ الإنسان العادي اللي هو بيشتغل مثلا وظيفة على مكتب ما عنده وقت تيعمل رياضة، فإحنا بنقول له لا، أنت فيك تبلش رياضة من الصبح. كيف بتبلش رياضة من الصبح؟ أول ما بتساوي تختك. لما أنت بتساوي تختك بلشت تزبط تختك، هذه دي الشغلة الحلوة اللي حتعملها، حتعطيك دافع نفسي، حتبدأ نهارك بالترتيب، حتبدأ نهارك بالتزام أنه أنا لما بدي فيه بدي حرك جسمي ولو بشكل بسيط بهذه الرياضة. في النوع الثاني اللي هو الاختصاص الرياضي، لاعب رياضي، محترف رياضي، وفي هواة رياضي. اللاعب اللي هو هواة بيكون عنده وظيفته وعنده مدرسته وعنده كل شيء، بنفس الوقت بيمارس الرياضة. بس بهيدي الرياضة بيكون عطيها جزء أكبر من الشخص اللي هو ما بيمارس الرياضة. أما اللي هو احتراف، هيدا شغلته وعملته هي شو؟ الرياضة. يعني بيكون في عنده برنامج تمرينة رياضي غذائي بشكل دائم، عنده تمرين الصبح، عنده تمرين بعد الظهر، يمكن يكون عنده 3 تمرينات حسب مستواه، يمكن يكون كمستوى عالمي. ومثل ما بنقول انه مش بس انه التمرينات هي بس النقطة الأساسية، لا، الرياضة بدها تكون شاملة من كل النواحي اللي هو النوم والتغذية، لأنه تفقدي وحدة منهم ما رح تقدري تعملي أي شيء، فهي كلها مجموعة مرتبطة ببعضها. ولازم الإنسان لما بيكون حاطط بهدف بحياته أنه بده يوصل له ما في يترك واحدة منه. طيب حكيت شوي عن يمكن أنواع الرياضة المختلفة، فينا نحن بشكل مختصر نعدد بعض أنواع هيدي الرياضات؟ يعني حكيت عن شيء مهم أنه يمكن تحرك بسيط بالبيت أو بالشغل ممكن يعتبر رياضة، يعني إحنا مش ضروري نكون يمكن مسجلين بنادي أو يمكن ننزل نمشي كل يوم، يمكن أعمال بسيطة داخل المنزل أو داخل المكتب توفي بهيدا الموضوع طبعاً. فشو هي أنواع وأشكال الرياضة اللي يعني ممكن نحكي عنها؟ حنحكي كست بيت اللي هي ست بيت ربة بيت، هي كل يوم عم تعمل رياضة، هي اللي عم تعمل أعمال المنزلية، شو ما كانت عم تشتغل هي عم تعمل حركة، عم بتحرك جسمها. وإذا بتلاحظ ستاتنا عايشين بصحة منيحة، ليه؟ لأنه دايما بيتحركوا، حتى بهذا العمر ما بيقبلوا أنه يقعدوا، لأنه هن مقتنعين أنه بالحركة بركة، وهيدي فعلا حقيقة. فإحنا مش نقول أنه إحنا بالبيت ما عم نعمل شيء، أنه ما عم نعمل، لا، أنت عم تعمل رياضة وأنت عم تعمل شيء عظيم أصلا، لأنه الشغل بالبيت ترفع لك القبعة، والتربية كمان شغلة كتير مهمة. فكل شيء عم تعمليه بالبيت من نشاط بقلب البيت هو رياضة. فما تحطي بنفسك
انه لا انا ما عم بعمل رياضه، بالعكس انا بدي اياك انه تاخدي هيدي الرياضه نوع من السعاده. لانه احنا بنعرف بعمليات الرياضه في عندنا كذا انواع من هرمونات السعاده. نعم. كل لعبه إلى هرمون بس كله بيودي للسعاده. يعني انت وعم تشتغلي البيت ما تشتغلي انت ومعصبه، انت اعتبري انه انا عم بعمل رياضه انا مبسوطه. ليه؟ لانه بس خلصت تظبيط البيت رح اقعد اشرب فنجان القهوه او اي شيء بتحبيه كمان، وانت مبسوطه قاعده بمملكتك. صحيح. لانه انا بسمي البيت هو مملكتها للسيدات. نعم. مملكتها هو البيت، يعني هو نوع من يمكن الحركه من الرياضه طبعاً. ونوع من التفريغ النفسي بنفس الوقت. فينا نذكر بعض انواع الرياضات يمكن من بعد موضوع البيت والشغل بالمنزل، شو ممكن كمان تكون في رياضات ممكن يمارسها الشخص حتى لو ما كان محترف او لاعب او منتسب لنادي؟ صحيح. هلا مثلا احنا كنا عم نقول انه هو شغل البيت هو نوع من الرياضه. نعم. بس انا حابه زيد نوع من الرياضة لإلي. فيك تخصصي لحالك أنت نص ساعة يومية عبارة عن حركات سويدية، عن حركات حتى لو كانت رقص، ما أنت بالبيت لحالك. نعم. فش خلقك، اعملي كل شيء. كل هاي الحركات اللي أنت عم تعمليها بتعطيك حيوية، بتعطيك نشاط، بتحسي بجسمك قدي صار في عندك ليونة، قدي صار في عندك حتى بوجهك بتحسي جمال عم بيطلع عليه، لأنه القلب مبسوط. ودائما إحنا القلب تبعنا هو اللي بيعكس على وجهنا. هو أساسا الرياضة بتأثر كمان أكيد على بعدين هلأ منا نحكي عن هالموضوع. يعني هي لها تأثير على القلب، على كل شيء الوجه، فيزيولوجية على الجسم، على الكوليسترول، على أشياء كتيرة بالجسم. يعني هيدا الشيء صحيح. هدى مثل ما قلت سابقا، يعني تعد ممارسة الرياضة بكافة أشكالها إحدى أكثر الطرق المهمة والفعالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية. تتعدد فوائد الرياضة على الصعيد النفسي والجسدي. إذا ما نحكي عن الفوائد، شو هي أهم فوائد الرياضة على الصعيدين النفسي والجسدي؟ احنا مثل ما حكينا وذكرنا بالأول أنه الرياضة في هرمون السعادة. نعم. أنت لما بتروحي، خلينا نقول ما بدي إليك بدي بروح أركض، أنا بدي بروح أظهر من البيت، فتحت الباب وظهرت. مجرد ما ظهرت من البيت وبلشت تمشي، وأنت بلبنان صراحة بلد جميل، في عندك خضار، في عندك عدة أماكن فيها. نعم. مناظر حلوة، وعندك البحر. فأنت هون عم تعملي أول شغلة انتعاش للروح. لأنه إحنا الحياة تعيتنا مش بس شغل شغل شغل، أنت لأن جسمك عليك حق. نعم. فهذا النوع من الرياضة بنشط القلب، بيمنع من الكوليسترول، بيعطي طاقة للجسم، بيعطي سعادة. جسمك كله فيزيولوجيا، شرايينك، بيبعدك عن مرض السكر، بيبعدك عن ضغط الحياة. كل هيدي الأمور. نعم. بتفيد بالرياضة. حتى الشيخوخة بتبعد عنك، يعني مش حقلك ما لح تكبري، بس ما لح تكبري بتتأخر الشيخوخة. عوامل الشيخوخة حتى التجاعيد بتخاف. نعم. كل هيدي الأمور نعم. الرياضة بتعمل. أيضا إذا ما نحكي يمكن على موضوع التدخين، يمكن كمان في علاقة بين ممارسة الرياضة ويمكن والتخفيف من التدخين، لأنه يمكن الشخص لما بيروح بيمشي أو بيروح بيركض، يمكن هيدا الوقت بدل ما يكون يمكن إذا كان مدخن فهو هاي بهيدا الوقت يمكن بيوقف التدخين، ويمكن بحس حاله لما بيركض عم يركض بطريقة أفضل لما بيكون موقف التدخين. بعتقد طبعا يعني هلأ إذا إحنا بدنا ناخد الشخص الرياضي اللي هو فعلا رياضي متفوق ناجح، أكيد ما بيدخن. ما بيدخن. نعم. يمكن في بعض الأمور أنا بشوفها، مثلا التلميذ بيجي بيقول لك يا مس ملاعب إكس بيدخن. هلا أنا بكون شو جوابي؟ بقول له هذا لاعب إكس اللي أنت عم بتقول عنه، قد إيه مستواه؟ لوين وصل؟ بيأثر على المستوى طبعاً. يعني أنت لازم تكون عارف إنه التدخين شيء مضر، لأنه هو شيء مضر، لأنه أنت لما عم بتشوف بطل العالم حتسأله أنت بتدخن؟ حيقول لك لا. حتيجي تقابلني بواحد بيلعب لعبة مستوي عادي عم بيدخن. نعم. بيقول لك إنه لا، شوف الفرق، أنا مش طموحي لبنان، أنا طموحي كأس العالم. هيك الإنسان لازم. نعم. يكون طموحه. هلأ حتيجي تقولي لي يمكن إنه طموحاتي تكون كبيرة. نعم. ما إحنا قبل ما فينا بدنا نكبر طموحاتنا، لأنه هني ما بيفرقوا عنا بشي. نعم. نفس القلب ونفس التركيبة ونفس العقل ونفس الشيء، بس هي شوية الثقافة تعيتنا وهي طريقة الحياة مختلفة، طريقة أو الحياة. ظروف الحياة أوقات مختلفة أيضا. هدى يعني إذا ما نحكي عن الطعام أو طريقة
الطعام يمكن بتختلف لما بيكون شخص رياضي حتى صحيح. لو ما كان متمرس أو لاعب متمرس أو محترف، كمان إذا مجرد ما الشخص يمكن ببلش يمارس الرياضة بتختلف نوعية يمكن تناوله للطعام، بيصير يختار الأشياء الأكثر صحية 100%. لحقلك ليه. هلأ أنت لما بتعملي مجهود بتحسي حالك جعتي. نعم. مش لأنه أنا بعمل رياضة بحق لي أكل كل شيء. لا، كل شيء بده يكون بطريقة صحية معتدلة وصحية. يعني نعم. مش لأنه أنا عم بعمل رياضة أنا بحق لي أكل كمية كبيرة من النشويات وكمية كبيرة من الدهنيات وكمية كبيرة من السكريات. لا، كله له نظام معين. حتى لو ما كنت أنت محترف بس أنا لما عم بحرق ما فيني إيجي أخذ كمية تكون أعلى من اللي أنا عم بحبه. حتى لو ما كان هدفي من هاي الرياضة إنقاص الوزن، فأنا مفروض حافظ على طريقة الأكل. صحية طبعًا. الطعام طبعًا اللي الأكل عم بتناوله مثل ما حكينا بالقبل إنه الأكل كتير مهم. لأنه كمان الأكل بيعكس على الصحة، على الصحة. صحيح. لأنه إذا أنت أنا بروح بعمل رياضة بروح بيجي بعمل أكل فوق المطلوب مني. طب ما أنا ما كأني عم بعمل شيء، عم بضحك على حالي وعم ضرب حالي. صحيح. فلا، يمكن هيدا بيأثر كمان على الأداء بالتمارين. يعني بكل ما كان الشخص يعني يمكن عنده خمول. يعني أنا في تلميذ معي يمكن شوي عم بتطرق على التلميذ لأنك بتعلمي بمجال التعليم. يعني 23 سنة بضمان التعليم وبسمع. نعم. التلميذ، أنا من الأشخاص اللي بسمع لأعرف كيف هني بيفكر. نعم. في تلميذ بيقول لي يا مس أنا بأكل 4 همبرجر. قلت له صدقني إذا بتروح بتعمل فحص كوليسترول، هو رفيع كتير بده يطلع معك كوليسترول. قام لف وقال لي مزبوط يا مس أنا معي كوليسترول. فهي الفكرة مش بالنصاحة، يعني هو عم يحرقن. صحيح، عم يحرقن يمكن بممارسة بعض التمارين، بس إنه في دهون معينة عم تبقى موجودة بالجسم بالدم ما عم تظهر. صحيح، ما بينصح، بس هذا عم يتحول لسموم لدهون بقلب الجسم. يعني هذا ما له دخل إذا كان الشخص زائد وزن أو ناقص وزن بالنسبة للأمراض اللي ممكن إذا ما كان عم يأكل بشكل صحي. 100%. فأكيد بده يتعرض لبعض الأمراض. من هون نحن عم نعتبر هدى أنه الصحة ثروة الإنسان، حيث تؤدي الرياضة دورا مهما وحيويا في بناء الأجسام مثل ما حكينا، حيث لا يوجد للممارسة الرياضية أي بديل للحفاظ على صحة الجسم البدنية ونشاطه. بالإضافة لأن هدى بتساهم بالحد من التقليل من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل ما اتطرقنا من شوي، بس هلأ رح نحكي عنها بأكتر تفصيل. شو هي هدى الأمراض اللي يمكن أنه نحن نحد من الإصابة فيها في حال نحن انتظمنا بممارسة الرياضة؟ طبعا بالإضافة للانتباه يمكن إلى طريقة أكلنا، إلى نظامنا بالطعام اللي يكون صحي، عدم التدخين، كل هايدي مع ممارسة الرياضة. شو هي الأمراض اللي ممكن نحن نحد من الإصابة بها؟ يعني هلأ إحنا شيء مش مخبيينه. إحنا بعالمنا العربي فيك تقولي أو حتى بالعالم بشكل عام. نعم. أكتر شيء السمنة. نعم. هي المرض الأساسي. من السمنة منطبق لمرض السكري. السكري صحيح. من السمنة منطبق لمرض الكلى. من السمنة منطبق لمرض الضغط. نعم. كل هايدي الأمور هي عم بتسبب موت بطيء للإنسان. نعم. وفي ناس مفتكرين أنه بس المرض السرطان هو المميت. لا. نعم. أمراض السكري والضغط من أصعب الأمراض إذا أنت ما بتفكر، لأنه في. نعم. عندك جينات، أو إذا بتتركها يعني تتركها في الجينات الوراثية تلعب يعني دور. تلعب كتير دور. يعني أنا بدي أعرف أنه أنا بالعيلة عندي جدة أبوي أمي عندهم، بدي حاول كتير فكر 1000 مرة قبل. نعم. ما أصير خبص بالأكل. ليه؟ لأنه حتأدي هيدي الجينات إذا أنا ما حافظت على حالي لهدول الأمراض. يعني نحن مفروض نلجأ للوقاية في حال خاصة إذا كان عنا مرض داخل المنزل بشكل. صح. وراثي، خاصة موضوع يمكن السكري لأنه هو أكتر شيء منتشرين، ضغط الدم يمكن أو الكوليسترول أو حتى الكوليسترول. فينا نحكي شوي عن مثلا بعض الأمراض، شو ممكن رياضيا نفيد هيدي الأمراض؟ يعني إذا كان مريض سكري شو ممكن نحن بشكل رياضي أنه يعمل تمارين معينة، يمشي يمكن؟ هو بشكل عام هلأ الإنسان اللي هو بيشتغل هيجي يقولك أنا ما عندي وقت. نعم. بس دايما منعيد ومنكرر نخلق الوقت شغلك. صحيح. مش بعيد كتير. بروح مشي. بمشي. أنا من الأشخاص عندي موتسيك وعندي سيارة. بروح على معهدانة مشي. نعم. يمكن بياخدوا وقت شوي بس بروح مشي وبرجع مشي لأنه. نعم. أنا عارفة كل الوقت واقفة
يعني مش انه عم بتحرك بشكل مثل ما انا بدي. فبنصحه يروح مشي على شغله ويجي مشي من شغله. نعم. راح مشي على شغله يرجع بالسيرفيس. دايما المشي هو عملية بحرك الدم بالجسم، بيوصل الدم لكل أنحاء الجسم، تنشيط الدورة الدموية، تنشيط الدورة الدموية، فهذا كله بيفيده. نعم. يعني لأنه ما فيني إيجي قل له بروح بكود، لأنه مش كل الناس قادرة تبكود. صحيح. ما فيني إيجي قل له لا لازم تبكود، لا امشي. سو يمكن أقل شيء أن الشخص يمشي، يعني أقل شيء يمشي. وفي أنواع من المشي. نعم. أنت إذا عندك طاقة شوي بمشي مشي سريع. نعم. حسيت حالي بلشت امشي، بمشي أسبوع اللي بعده أسرع شوي، فهيك شوي بتغير نوع، وغير الأماكن اللي بتمشي فيها كرمال ما يمل، يمكن عشان ما تمل. ليه؟ لأنه إحنا كمان مثل ما عم نقول أنه أوقات يمكن مفتكرين بس الأكل، أوقات الزعل بيعملنا مرض سكري. نعم. أوقات الحزن على شخص، حادث بيصير معه للإنسان، بيعمل مرض السكري. نعم. فبالعكس امشوا، فيش خلقة تفريغ، يعني تفريغ النفسي وتأمل بما خلق الله. يعني كيف ما تمشي قولي سبحان الله من جمال ما خلق. نعم. كل هذا الشيء بيعطي للروح سعادة. نعم. فمننصحه أنه يمارس رياضة على قد إمكانيته، ما عم نطالب منه شيء صعب. نعم. يعني بأقل الإمكانيات، بأقل يعني لو بده يمشي يعملها. الشخص يمكن نص ساعة ربع ساعة، يمكن يبلش بربع ساعة وبعدين يقدر يمشي يصير نص ساعة، بعدين صحيح. بيكون ماشي بطيء بعدين يصير يقدر يمشي بسرعة، وكل هيدا التطور يعني هو بالنهاية فايدة لإله، بتخليه يمكن يتعلق أكتر بهيدي الهواية ويصير ويمكن يهتم أكتر. أيضا إذا بدنا نحكي عن موضوع القلب، في علاقة كبيرة بين طبعا. ارتباط بين ممارسة الرياضة والقلب. طبعا احنا شو حكينا بحديثنا انه هي الرياضة عملية تحريك الدورة الدموية، فكل صحيح. الدم بضخ عن طريق القلب. فتخيلي انت لما بتقعدي وقت كتير وبتجي لتقومي بتلاقي حالك نملتي، لانه انت ما عم بتحرك الدورة الدموية بالشكل الصحيح. فمشان هيك احنا دايما بننصح شو ما كانت نوع الرياضة، شو بتحب، يمكن واحد يقول لك انا ما بحب الفوتبول، انا بحب الباسكت، انا ما بحب المشي، بحب الركض، بسكليت، شو ما بدك عميل، الرياضة ما فيها أي عائق لإنسان. يعني ما يعمله، مش ضروري الشخص أنه يتخصص برياضة معينة أو يحترف فيها. صح. هي مجرد يمكن حركات ممكن يعملها، ممكن يطلعها عن اليوتيوب، ممكن صحيح. يخصص نص ساعة إلا ممكن تفي بالغرض. شغلة مهمة، يمكن في ناس هلأ عم يسمعونا بقولك أنا ما بحب الرياضة، خي جرب، يمكن لما تعملها تحس انه انت من جوا تغيرت. صحيح. ببطل في عندك توتر مثلا بشغلك، كلياتنا بنشتغل، كلياتنا في عندنا مشاكل بالشغل، ما بيجي فيش خلق بولادي. صحيح. بروح بمشي، بروح بركض، بنفس كل هالتوتر اللي انا لا. فيه، فوت على البيت الولاد مبسوطين، بابا اليوم مبسوط، ماما مبسوطه، مش عم بتعيط، مش عم تعمل اي شيء، لانه في تفريغ نفسي خارج المنزل. يعني بنرجع هون للشق النفسي، يمكن تاثير طبعاً كبير أكيد. على الناحيه النفسيه عند الانسان. يعني مثل ما حكيتي على الصعيد النفسي هدى، بتؤدي الرياضه الى حدوث بعض التغيرات يمكن في الدماغ، مثل اطلاق هرمون معين، حكيت صحيح. عن هذا الموضوع، مما يقلل من احتمالات الاصابه بالاكتئاب بنسبه تقارب 30%. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ أنت قلت أنه لكل نوع من الرياضة في صحيح. هرمون معين بيتحرك. فينا نحكي شوي عن هذا الموضوع؟ أكيد. شوفي بيقولوا لك يمكن توحي، في ناس بيحبوا يروحوا على الجيم بس يرفع أثقال بأوزان، بيخلص التمرين بحس بسعادة لا توصف. في ناس في هذا الهرمون له اسم بيختص ب بالتقويات او يعني رفع الاثقال، بحس بسعاده انه هو عمل انجاز كتير كبير. نعم. بروح مبسوط. في ناس بتروح تركض مسافات طويله، نعم، بصير عندها سعاده لا توصف، وبهي ولا شعوريا بصير في عندها صبر. نعم. لما تيجي تقولي لواحد ركض ساعه ونص بتزيد قدرته على التحمل، على صعاب الحياه اللي احنا عايشينها. نعم. فهون شو بتعمل بنفسيتك؟ شو ما صار عندك مشكله عادي. نعم. بسيطة محلولة تنحل. يعني هون اكتساب يمكن لبعض، طبعا اكتساب وتبعدك عن الكآبة. أو ليه؟ لأنه الكآبة كلياتنا عنا ظروفنا، كلياتنا عنا مشاكلنا، بس إذا بدي أقعد وعندي 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 ما أنت حتموتي، يعني ما حتموتي بأرضك. لا بالعكس. نعم. إيه الحمد لله غيري أصعب مني. نعم. دايما ننظر للي أقل منا بكل شيء، إن كان بالصحة،
بالمال بالتفكير. يعني حتى ذكرت انه انت قلت شو بتعمل، حتى الطلاب لما بيلعبوا رياضه بيصير عندهم عملية الذكاء أعلى. هلأ هذا كمان الموضوع رح نحكي عنه، ولكن لأختم الموضوع النفسي، يعني نحن فينا نعتبر أنه الرياضة ممكن تخفف أو تخلص من بعض الاضطرابات أو المشاكل النفسية، طبعا مع العلاجات، يعني مش بغض النظر عن العلاج، ولكن هل هي محفز ومهيئ للتخلص من هذه المشاكل والاضطرابات النفسية؟ ما بدي أقول لك ممكن هي الحل الأول، نعم، لكل مرض اكتئاب. أه. لأنه هو شو الاكتئاب بيجي؟ ضغوطات ضغوطات ضغوطات. أه. أنت مش عم تفضي. نعم. ممكن مش عم تلاقي الشخص اللي تفضي له وجعك. بس أنت لما بتمارس رياضة بتلاقي جسمك لحاله هو عم بيطلع كل شيء توتر. ما ضروري إن أنت عم تحكي لحدا مشكلتك. بس عن طريق الرياضة الهرمونات اللي ربنا خلقنا إياها هي لحالها عم تفرز هيدي المادة، يعني هو عم يكون عامل من عوامل التخفيف من هيدي المشكلة. يمكن كمان أيضا هدى بينحكى عن القلق، يعني قد ايه الرياضة ممكن تفيد بموضوع يمكن التخلص من القلق، يمكن بدل ما الشخص يقعد يفكر بهذا الموضوع اللي هو عم يشكل له قلق، بممارسته للرياضة يمكن بيروح تفكيره لمطرح آخر. شوف قصة القلق الرياضة فيها جزء، بس في جزء هو الأكبر هي الروحانيات، إيماننا بالله. يعني هو الإيمان اللي بيخليك ما تخافي من بكرة. ليه؟ لما بكون إيمانك بالله كتير كتير وأنت عم بتأدي واجبك كله، فمش بدك تخافي من بكرة. عرفت علي كيف؟ فكل ما كانت رياضة وإيمان مع بعض، يعني هي عدة عوامل، عدة عوامل مجتمعة ممكن مع تخفف من هيدي المشاكل والاضطرابات. نعم. أيضا هدى تؤثر ممارسة الرياضة بحياة الناس بشكل إيجابي طبعا مثل ما حكينا، حيث تعد هي يمكن مفتاح النجاح لكتير أمور بالمستقبل. شو الأمور كمعلمة لسنوات طويلة ومدربة ومشاركة ببطولات عديدة، شو الأمور اللي ممكن تعززها ممارسة الرياضنا بحياة وأخلاقنا؟ نقطة مهمة حكيتيها. أول شغلة بالرياضة أنت بصير تنفتحي على المجتمع بأكمله، بجميع طوايفه، بجميع شرائع تعيته. ما بتعودي تفكري أنه أنا عم بتعامل مع هذا الشخص على مذهبه، على دينه. لا، إحنا عم نتعامل كإنسان. أول شيء الثقافة تعيتك، المحيط الاجتماعي تبعك بصير واسع، ما بكون قاعدة بحلقة ضيقة وبس عم فكر انه انا لا ما فيني اتعاطى مع هذا الشخص لانه من غير طائفة من غير دين او من غير شيء، من غير منطقة كمان او من غير منطقة. بالعكس، انت لما بتروحي بتلعبي كمنتخب تنفتح. صدقيني وبحكيك اياها بكل صراحة، الثقافات المختلفة، انه كنا نروح نلعب ما حدا يسأل انت شو دينك، انت شو طائفتك. ما كنا نفتح المواضيع. كنا نلعب بكل قلب بكل روح، حتى جول كلياتنا عم نلعب 90 دقيقة عم نلعبها كلياتنا بقلب واحد. فهيدي من أهم الأمور يلي بتخليك منفتحة على المجتمع بشكل ثقافي محترم. بتعلمك الاحترام، بتعلمك التقدير. هيدي كتير أمور إحنا مهم لازم نعرفها. نعم. قد ايه ممكن الرياضة تعزز روح المنافسة ولكن بطريقة غير مؤذية، يعني لنا ولا الآخرين؟ بطبيعة الحال لازم الواحد يتعلم الروح الرياضية. الروح الرياضية هي شغلة كتير مهمة. من أي ناحية؟ يعني أنا لازم أعرف كمدرب فهم اللاعب أنه في شيء ربح وفي شيء اسمه خسارة. نعم. وكمان فيني كمان فهمه بطريقة تانية، انه احنا ضمن التدريب في مراحل اللي حنطلع فيها وفي مراحل اللي هنعمل شوية ستوب ونرجع ننزل ونرجع نطلع. يعني هدول الامور انت كتير مهم انك تعلميهم. لمين؟ للشخص اللي بيكون يمكن عم يتدرب او عم يحترف يمكن على طريقة الاحتراف. لكن ما يصير في عنده نوع من الاكتئاب. نرجع على موضوع الاكتئاب. انا ما ببحث انه على طول بدك تربح. لا، مش على طول بدك تربح. مره بتطلع اول، مره بتطلع الثاني، مره بصير في عندك خساره. كل هيدي الامور لازم انت تكوني مفهمتي اياها كمان. يربط هذا الشيء بسلم اللي حكينا عنه الروح الرياضيه.
نعم، يعني حكينا عن موضوع بعض يمكن الأشياء اللي ممكن تعزز من خلال ممارستنا للرياضة، يمكن على حياتنا، يمكن أيضا الرياضة بتساهم بتطوير التعليم ورفع جودته. يمكن حكيت عن هذا الموضوع، تطرقنا شوي قبل قليل لهذا الموضوع، فهل يمكن هلأ فينا نتوسع شوي، هل يمكن زيادة التحصيل الأكاديمي مثل ما كنت عم تحكي لدى الطلاب اللي بيمارسوا الرياضة، كان بشكل هواية أو بشكل احترافي؟ شو ممكن يصير مع هول الطلاب؟ كيف ممكن الرياضة تزيد من تحصيلهم العلمي والأكاديمي؟ شوفي، بطبيعة الحال هلأ في بعض المقولات يمكن الناس مفتكرين أنه الكسلان بيروح بيلعب رياضة. بعلم التدريب بيقولوا لك 90% هي عبارة عن عقل و10% عن تمرين. نعم. فأنت هذا الطالب اللي أنت مثلا اكتشفتيه بقلب الصف أنه عنده موهبة، يمكن كان كسلان بمادة معينة. نعم. من وراء تحفيزك لأنه شارك بلعبة رياضية وعلي مستواه، فشو بصير بقلك أنه مثل ما أنا نجحت وهذا الأستاذ عطيه هدول المعنويات، بصير بشجعه على المادة الثانية اللي هو مقصر فيها، فبتزيد عنده نسبة الذكاء، بصير عنده دافعية أنه هو يكون ناجح بكل شيء مش بس بالرياضة. نعم. عرفت علي كيف؟ نعم. أيضا يعني تعد الرياضة من الألعاب الاجتماعية، حيث تشمل عدة أطراف بيشاركوا بهذه اللعبة الوحدة، حتى لو كانت يمكن عم تلعب بشكل فردي أو جماعي. كيف ممكن للرياضة أن تعزز وتطور مهاراتنا الاجتماعية، يمكن بناء علاقات، تكوين صداقات؟ كيف ممكن تطور مهاراتنا الشخصية؟ أكيد إحنا بطبيعة الحال لما بنكون عم نعمل رياضة، وإحنا قلنا مش عم نعمل رياضة لحالي، فأنت إذا كنت بفريق هذا الفريق بده يكون في عندك تواصل مع الكل. من هذا التواصل حيصير في عندك علاقات اجتماعية ومعارف. يعني مثلا افترضنا أنت حطيت بنتك بنادي معين أو ابنك بنادي معين، هذا الولد عنده رفقة، هذول الرفقة عنده أهل، فأنت حتتعرفي على أهلهم، حيصير أكيد حتزيد سابكة للعلاقات تعيتك. صحيح. بشكل عام أنه مش بس حتزيد دائرة علاقات، علاقات كتير كبيرة بين كل الأهل، بيتعرفوا على بعضهم من جميع المناطق، من جميع كل هذه الأمور. نعم. أيضا هدى، يحصل الأشخاص اللي بيمارسوا الرياضة بانتظام على العديد من المهارات مثل ما حكينا، والسلوكيات الجيدة اللي يمكن بيحتاجوها بحياتهم وبمجتمعهم. يعني يمكن من بعض هالسلوكيات والمهارات يمكن التخطيط، مثل ما قلنا القدرة على الانخراط بالعمل ضمن الفريق. يمكن فينا نعتبر أنه هي الرياضة هي باب لتقوية يمكن الثقة بالنفس بمحل ما، تطوير القدرة على التخطيط بشكل فردي واتخاذ القرارات. أكيد. لقلك ليه؟ نعم. لأنه أنت مستحيل تصيري لاعب ناجح أو لاعب ناجحة إذا ما في تخطيط. ما في شيء بيجي من ولا شيء. نعم. يعني أنا مثلا بأخذ كلاعب. نعم. أي ساعة بدك تفيق؟ أي ساعة بدك تتروق؟ نعم. أي ساعة بدك تتمرن؟ أي ساعة بدك تنام؟ كله هيدا بحاجة لتخطيط وانضباط بمحل ما، يعني مش عبث. فمجرد ما هو التزم بهول صار شوفي عنا احترام للوقت، تعززت عنده المهارات والسلوكيات يمكن. صحيح. صحيح. 100%. فأكيد ومليون بالمية. وحتى إذا بتلاحظي شخصية الرياضة تختلف عن شخصية الإنسان اللي لانه رياضة. صحيح. أول شيء عنده ثقة بنفسه، بحس دايما بسعادة. نعم. روح عنده روح المرح. ليه؟ لأنه كله هذا جاي من وراء رياضة، لأنه أنا عم مارس وقت أكبر بالرياضة، وكل هدول الهرمونات هي اللي عم تشتغل بجسمي وعم بتخليني يكون سعيد. وحقلك شغلي ليه كمان، ليش أنا سعيد؟ لأنه أنا بعيد شوي عن الأمراض، لأنه هو شو اللي بيزعلنا؟ الأمراض، ضغوطات الحياة كمان. 100%. بس لما الواحد هلا يمكن قديش في ضغوطات بالحياة كفي يمكن بيتحملها الواحد، بس لما بيمرض بقول يا الله شو كنت عايش أنا بألف نعمة. صحيح. وما كنت عارف هالنعمة اللي أنا فيها. صحيح. فمشان هيك بتحس شخصيته أقوى. عنده ثقة بنفسه، رايق، مستمع،
كل هذه الأمور بتجي عن طريق يعني الرياضة. بنرجع هون للمهارات اللي بيكتسبها والسلوكيات اللي منها، يمكن طولة البال والصبر طبعا. والروح الرياضية، كله هيدا بيلعب دور يمكن بشخصية هيدا الإنسان وتغيرها يمكن. طيب انطلاقا هدى من كل هيدي الفوائد للرياضة اللي تحدثنا عنها مسبقا، كيف ممكن انه نحن كناس يمكن عاديين ما عنا هويات رياضية، مش ما منتأمل بالاحتراف، انه نجعل من الرياضة ولو بحركات بسيطة او بطريقة كتير بسيطة انه تكون عادي ثابتة ضمن يومياتنا؟ مثل ما قلنا بلش بتظبيط التخت. نعم. بس انت ترتبي تختك وتظهري من البيت انت مرتبة نعم. تختك، هاي اول خطوة من عملية ترتيب النفس. تحسي انت ها ظهرت من البيت مبسوطة، جعنا ان قادر روح مشي على شغلة كتير منيح، ما قادر بدي دبر نص ساعة، مثل ما بتدبر نص ساعة لتاكل بدك تدبر نص ساعة لتلعب الرياضة، بدل ما أطلع يمكن بالمصعد بطلع على الدرج. هذه كمان جزء كمان من فكرة. كيف فينا هدى أنه كأطفال يمكن نشجعهم أو نحثهم على ممارسة مش الرياضة، إنما كمان مثل ما عم تقولي أنه اكتساب بعض العادات اليومية اللي بتخليهم يتخلصوا يمكن من الخمول والكسل، إن كان بالبيت أو برات البيت. هي المشكلة الأساسية اللي صارت وجود الآيبادات بالبيت والتليفونات بإيد الأولاد. صحيح. فصار يمكن الحل الوحيد لنرتاح من وجعة راسه للولد نعطيه الآيباد، مع أنه هو المشكلة الكبيرة اللي احنا عم نعملها. بالعكس حتى لو هلأ اتعلقوا فيه وما قادرين نطلع منها للفكرة، بس الولد كمان بيحب يظهر مع أهله، يعني ممكن يكتسب عادات. يعني مثلا إذا الأب بده يمشي ياخد ابنه معه، يقوله معه بابا خلينا نروح نكذب شوي، ناخد معنا طابة يلعب معه ولو ربع ساعة 10 دقايق، حيحس بالفرق، حيحس نعم. انه تقرب من ابوه اكثر. ليه؟ لانه هو قاعد اغلب الوقت وهو وجهاز قاعد عم يشتغل هو وياه. نعم. فهيدي كتير مهمه انه احنا كاهل لا شوي نفيق شوي لاولادنا، انه نعطي من وقتنا هالنص ساعه اللي يمكن تقولوها انه مشي، هيدي النص ساعه كتير مهمه. يعني يمكن كمان بعد ممارسه بعض النشاطات مع الاطفال يمكن نخرج مشي من دون ركوب السياره، نروح على بعض الاماكن مشيا على الاقدام، ممارسه يمكن بعض هواياتهم نكون موجودين معهم، يمكن لعب فوتبول او نط او اي شيء هن بحبوه، يمكن هيدا بيعزز هدى من حبهم يمكن لاحقا لأنه يمارسوا الرياضة ويطلعوا من الخمول والكسل اللي هلأ يمكن مسيطر على حياة أغلب الأطفال بطبيعة حياتنا اللي صارت. مستمعينا ومشاهدينا، أظهرت بعض الدراسات أن الخمول يعد عاملا رئيسيا في زيادة الوزن والسمنة، ولنتمكن من فهم دور التمارين الرياضية في إنقاص الوزن لابد أن نفهم العلاقة بين التمارين الرياضية وبذل الطاقة. للوقوف أكثر عند أهمية ممارسة الرياضة في عملية إنقاص الوزن أو زيادته أحيانا، وما نوع هذه التمارين التي يمكن أن نمارسها، معنا مباشرة على الهواء المتخصصة في التغذية السريرية والمدربة الرياضية سارة عبيد. سارة أهلا وسهلا فيك بلقائنا اليوم ضمن برنامج صحة وصوم، رمضان كريم. أهلا فيكم، رمضان كريم. ينعاد عليك بالصحة والخير سارة. عليكم يا رب. سارة، قد لا يعرف البعض أن هناك علاقة وثيقة بين الرياضة وفقدان الوزن وربما زيادته، هل يمكن أن تشرحي لنا وللمستمعين وللمشاهدين مدى قوة هذه العلاقة التي تربط بين الرياضة يمكن وإنقاص الوزن أو زيادة الوزن، وما نوع هذه العلاقة؟ أكيد 100%. زيادة الوزن أو إنقاص الوزن، بس لحتى لي أول شيء نعطي مثل مقدمة لإله. نعم. حتى نحن نزول الوزن بيصير عبر عجز بالسعرات الحرارية. يعني إذا هي في طريقتين، بس هي الطريقة المعتمدة الصحية أكثر شائعة هي بالعجز بالسعرات الحرارية. يعني إذا أنا مثلا جسمي بيستهلك بالنهار 1800 سعرة حرارية، نعم، وأنا عم بعطيه لجسم طاقة عبر الأكل
1500 سعرة حرارية بيكون أنا جسمي بعجز 300 سعرة، هيدول بياخدون من مخزون جسمي اللي هو الدهن. نعم. فنحن بهالطريقة بنكون عم ننزل فيها وزن. نعم. بس الشيء اللي يمكن ما الكل بيعرفه أنه إذا أنا بالأكل عم بعمل هذا العجز اللي هو نعتبره 300 سعرة حرارية، الجسم مع الوقت بيتعود على أي تغيير نحن بنعمله. يعني إذا أنا جسمي اليوم عم يحرق 1800 سعرة حرارية وعم بعطيه 1500 سعرة، مع الشهر يعني مثلا أول شهر ممكن أنزل تقريبا حسب الأجسام، بس تقريبا نقول ممكن أنزل 4 كيلو. الشهر الجاي حتى لو بقيت على نفس الدايت على نفس 1500 سعرة، جسمي ما حينزل تاني شهر 4 كيلو مثل أول شهر. أنا جسم بيتأقلم مع هذا الشيء، ما بقى بيحرق 1800 مثل الشهر الماضي. جسم بيقول هذا الشخص شكله بخيل، ما عم يعطيني الغذاء اللي ما عم يعطيني الطاقة قد ما أنا عم بستهلك. بيصير يحارب يعني، بيعمل خطة اقتصادية لأن هو استهلاكه عم بيكون أكتر من مدخوله، فبدل ما يحرق 1800 بصير بينزل 1700 1600. نعم. كرمال هيك الرياضة كثير أساسية، كرمال استمرارية بنزول الوزن، إحنا ما بيهمنا ننزل بس أول شهر. نعم. كرمال الجسم يضل، أنا بالرياضة عم بلزم الجسم يضل عم يحرق، ما خليه يقتصد، ما خليه ينزل نسبة الحرق فيه، يضل عم يحرق. يعني إذا أنا عم بحرق 1800 سعرة وعم بعمل الرياضة، حرقت بالرياضة 1200، عفوا حرقت 200، فالمجموع اللي أنا حرقته اليوم بيكون 2000 سعرة حرارية وأنا عم باكل 1500، يعني جسمي صار بعجز 500 سعرة بدل ما يكون 300. فأنا عم بنزل بطريقة أسرع وسليمة أكتر لأني ما عم خفف كتير أكل، وما يعني حتى عم خلي فيه استمرارية عشان جسمي ما يخفف الحرق. نعم. سارة، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن غالبا ما يطرح السؤال حول إذا ما كان الجري أو المشي أفضل لفقدان الوزن، برأيك أي أفضل لفقدان الوزن، المشي أو الجري، وشو الفوائد الاثنين؟ يعني حكر في لك هاي مربوطة فيها، بس هذه الشغلة عم نحكي عن العجز، هذه أول شغلة أن جسم بالرياضة بيحرق أكتر فنحن بعجز أكتر. بس شغلة تانية أن الرياضة بتزيد نسبة العضل. نحن بالرياضة إذا هلأ أنا عملت ساعة رياضة حرقت هلأ بهاي الساعة، بس لما أرجع على البيت جسمي ما عادش عم يحرق مثل ما كنت عم بحرق بحصة الرياضة. نعم. بس نحن لما نزيد نسبة العضل بالجسم، قد ما الكتلة العضلية كانت زيادة بالجسم، قد ما جسم نسبة الحرق أنا وقاعدة بالبيت بيحرق أكتر. كرمال هيك نحن عنا نوعين رياضة لازم نعملهم، الرياضة اللي فيها أوزان أو فيها يعني نوعين أيروبيك وأنايروبيك، اللي فيها أوزان بكبر العضل أو بتقوي العضل كرمال جسم يحرق على طول مش بس خلال الرياضة. وعندنا الرياضة اللي هي فيها من إلا استمرارية أكتر مثل الركض مثل المشي، اللي تكون نفسنا فيها مرتاح ما بيكون فيها أوزان، هذا بيحرق سعرات حرارية. فنحن بدنا الاثنين، الاثنين بيلعبوا على الوزن. يعني هلأ بالنسبة للركض والمشي، نحن قد ما قد ما قلبنا دق أكتر، جسمنا بيحرق دهون أكتر. أوكي. فالركض يعني إذا أنا ركضت نص ساعة جسمي بيحرق أكثر ما أني أمشي نص ساعة، لأنه قد ما قلبي كان عم بدق عم بعمل مجهود. نعم. أنا عم بلهب، هيدا بيحرق دهون أكثر. فأكيد الهرولة أو الركض بيحرق سعرات حرارية إذا أنا كنت مقيدة بالوقت. نعم. إذا أنا معي مثلا وقت أمشي ساعة ساعتين فيني أمشي، ممكن أستبدل بمشي ساعة بدل نص ساعة هرولة مثلا، بقلبه. نعم. ما عنده ما قادر يركض، ما قادر يعطي هذا المجهود، فيه يمشي مشي بس بدي يمشي وقت أطول. يعني أكيد إذا مشي ربع ساعة مش مثل إذا ركض ربع ساعة. يعني نحن فينا نمشي إذا كنا عم نعمل نظام غذائي، ولكن كرمال ننزل وزن أكثر، ولكن لازم يكون وقت المشي أكثر. يعني كل ما كترنا بالمشي، هل مطلوب يكون المشي سريع أو ما في مشكلة؟ يعني كيف ما كان المشي حتى لو كان بطيء ممكن يحقق نفس الهدف؟ هو الشيء المثالي لحرق الدهون مش العضل، عم نحكي أنا هلأ بهاللحظة أنا عم بحرق دهن بأفضل وضع. يعني هو لما يكون قلبنا عم بدق بسرعة بس أنا قادرة أخذ نفس، يعني أنا يعني العضل اللي بيمشي بسرعة وأنا حاسة في دقات قلب سريعة بس قادرة أعطي جسمي أكسجين، عم بتنفس بعد من شهيق زفير برياحة، ما عم يعني ما في لحظة كتير قوية عم بلش أحبس نفس، هذا بيكون أفضل شيء. فعادة المشي السريع مثل هرولة، ما عم قلك ركض إذا في هرولة في دقات قلب سريعة ونفس مرتاح بيحرق أكتر، هيدا هو أفضل شيء لحرق الدهون بهالوقت. يعني حلو.
طب هل هناك أنواع من الرياضات الأخرى اللي ممكن كمان تنصحي فيها بحال أراد أحد إنقاص وزنه غير المشي والجري، كمان ممكن تفيد بهذا الموضوع؟ هو عم قال لك نوعين للرياضة، النوع اللي فيه دقات قلب سريعة، نعم، اللي فيه مجهود، فيه نحن عم نلهث نحن عم نعمل هذا الرياضة، اللي هي مثل المشي مثل الحركات السويدية. يعني مثلا في مثلا على قد واحد فيه سهل على حاله إذا ما قادر يروح على النادي، ما قادر يكون في عنده مدرب خاص عم بدربه عادة على اليوتيوب، على اليوتيوب في فيديوهات واحد فيه يكتب حرق الدهون بيطلع له ايروبكس، نعم، يعني الحركات اللي فيها أكتر نطنطة، فيها حركات سريعة. نعم، بس بدي أملك الوزن، بدي ينزل وزن، بدي يعمل الاثنين، بدنا نعمل الحركات اللي بتحرق دهن وبدنا نعمل الحركات اللي بتعلي العضل. أنا بهمني جسمي بدنا نحرق عطول، مش فترة أنا عملت رياضة عفت بس وقفت رياضة برجع بنطح. أها، كرمال هيك ما نعمل الاثنين اللي فيها عضل. يعني مثلا في كمان الرياضة تاعت العضلات نستعمل فيها مثلا هدول ريزيستنج باند، هول بيجوا مثل المضغات اللي بنصير بنشد فيهم، هون فينا نستعملهم بالبيت اذا حدا منه قادر يروح على النادي كمان يستعمل الاوزان بالبيت. كمان من هول الفيديوهات في الواحد يستعمل بينشروا منه، يعني شيء عملي للبيت، هدول الريزيستنج باند هالمضغات اللي بيجوا صحيح بينعمل فيها للايدين للاجرين لكل الجسم، بينعمل فيها رياضه باول عضلات الجسم كرمال الحرق ما ينزل. نعم، المتخصصة في التغذية السريرية والمدربة الرياضية سارة عبيد، أنا بدي أشكرك اليوم على هذه المداخلة ضمن برنامجنا صحة وصوم، ومرة جديدة رمضان كريم والله يتقبل أعمالك. رمضان كريم، شكرا لك سارة. نعود مشاهدينا ومستمعينا إلى الاستديو وإلى ضيفتنا المختصة في التربية البدنية والرياضة المدربة هدى العوضي. هدى مرة تانية أهلا وسهلا فيك بلقائنا صحة وصوم. طبعا يرغب الكثيرون هدى مثل ما حكينا على الحفاظ على برنامج الرياضي حتى خلال شهر رمضان المبارك، لكن مع الصيام هناك الكثير من التساؤلات، يعني يتساءل البعض عن تأثير ذلك على صحتهم، هل ممارسة الرياضة بالشكل المعتاد يمكن أو اليومي مفيد أم مضر بصحتهم؟ هنا هذا السؤال منا نطرحه، هل توجد مخاطر فعلا على الإنسان إذا مارس الرياضة أثناء صيامه خلال اليوم؟ هلا بشكل عام عفوا الفكرة الأساسية أنه هو الصوم وتصحه، نعم، فما بيأثر عليهم، بس الفرق شو رح يصير. انت لما بتكوني من قطعه عن المي بحدود 8 ساعات بدك تروحي تيجي تتمرني، نعم، انت جسمك فائد كميه كبيره من المي، مثل ما بتعرفي انه هي المي عنصر اساسي لجسم الانسان تيقدر يعطي طاقه. ويجي بيختلفوا لك، بقول لك بتمرن قبل الافطار، نعم، او بتمرن بعد الافطار. هذا السؤال اللي اكثر كمان بينطرح، انه ايمتى بتدرب، قبل او بعد؟ ويمكن هدى بدي عقب هون انه للتمارين قبل او ممارسه الرياضه قبل الافطار في فوائد معينه، ولممارسه الرياضه بعد الافطار كمان في فوائد مختلفه. يعني اكيد طبعا، نعم، الفكره انه مثلا اللي بيكونوا اشخاص عاديين بيمارسوا ما بيمارسوا رياضه وصائبت انه حابين يمارسوا رياضه، نعم، انت فيك تمشي قبل الافطار بساعه، هيدي الساعه تعتبر الساعه الذهبيه. حلو، لانه اكثر وقت بيصير في عندك عمليه حرق للدهون اللي عندك. ليه؟ لانه انت جسمك خلص وصل عطى كل الطاقه اللي بجسمك للماكسيموم، وهون بتبلشي انت تستعملي القوة الزيادة، الحرق الزيادة، ميزه الحرق بهذا الوقت بهيدا صحيح الوقت. فهيدي هي الساعه الذهبيه اللي بتكون قبل الافطار. بس اكيد انت ما رح تعملها بقوه، ليه؟ لانه انت جسمك فاضي، فانت بنقلك او انت امشوا، نعم، امشي بهذا الوقت او اعملي هرولة خفيفه جدا، نعم، فهيدي كتير رح تقدري تعمليها. ما فيني انا اجي بعد الفطار، نعم، روح اركض، اقل شيء بدي 3 ساعات لتهضمي من بعد الاكل، كمان هيدي ضروريه جدا. كتير صعب انك تاكلي وتتقلي وانا جوعاني كل النهار واكلت وبدي اروح اعمل رياضه، بالاضافه انه بتسبب مشاكل هضميه، يعني فهي بدها تصير تعمل نوع من مثلا اذا بدها تمارس رياضه بعد الافطار بتاكل كميه بسيطه شوربه وفتوش، نعم، بتروح بتمارس الرياضه اللي هي متعوده عليها اذا كانت لعبه او لاعب، وبترجع من بعد ما نعم ترجع على البيت وترجع
تاكل بشكل خفيف. نعم، إذا ما بدنا نحكي هدى شوي عن بعض أنواع الرياضة أو الرياضات اللي ممكن نمارسها خلال شهر رمضان، بحيث أنه يمكن ما تأثر جسديا على الصائم، يمكن ما تسبب له عطش فوق العطش اللي بيكون هو حاسس فيه أو تعبه أكثر من اللازم، شو ممكن يمارس الصائم من الرياضات؟ مثل ما قلنا قبل الإفطار، نعم، ما في يعمل شيء بقلبه جهد عالي، لأنه بس ينزل السكر بجسمك رحت عملت سبرنتات، عملت انطلاقات سريعة، حدوخة، حينزل السكر الدم بالجسم، فحيصير في عندك عدم التوازن. فإحنا ما بنقول له بتعمل هيك، إحنا قلنا له فيك تمشي، فيك تعمل جري خفيف، فيك إذا كنت أنت عداء متمرس بيكون تمرينك بشكل أخف من العادة. لأنه إحنا ما حنضحك على حالنا، إحنا جسمنا ناقص طاقة. أما اللي بيتمرن بعد الإفطار وعنده هدول الساعتين اللي هضم فيهم، فيه يتمرن عادي مثله مثل أي حدا. نعم هدى، وصلنا إلى ختام هذه الفترة. أنا بدي أشكر حضورك لليوم معنا المدربة هدى العوضي، شرفتينا ببرنامجنا وبحلقتنا لليوم. مستمعينا ومشاهدينا، في آخر الأمر نكتشف أن ممارسة الرياضة تمثل استثمارا لحياة صحية، فهي تساهم في تحقيق التوازن بين الجسد والعقل، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة بشكل عام. ولذلك يجب أن يكون النشاط البدني جزءا لا يتجزأ من حياة الفرد بغض النظر عن العمر أو المستوى في اللياقة البدنية. مستمعينا ومشاهدينا، وصلنا إلى ختام لقائنا الأخير لهذا اليوم، والذي استمر معكم طيلة شهر رمضان المبارك، صحة وصوم. هذه تحيات زميلي في التنفيذ الإذاعي أحمد الشيخ، وتحيات زميلي في التنفيذ التلفزيوني وائل بشير، وتحياتي أنا، كنت معكم طيلة شهر رمضان المبارك. إعدادا وتقديما سمية فحص، إلى اللقاء.